جديد ببرنامجنا سهرة جديدة تستناكم يوم بيوم انضموا إلنا كرسي حياتك ذكرياتك بلش هدفك واحنا معاه اطلع فرفش غني وطنش ونسلي بزعلة برنامجنا كراسي اسمه يلا نحضر كلنا سوا برنامجنا كراسي اسمه يلا نحضر كلنا سوا مساكم فل واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كراسي. انا محمد معكم اليوم. كيفك يا محمد؟ تمام. شو اخبارك؟ انا تمام والله. زمان عنك مش لاقين لك. كيف امورك؟ انا منيحه. تمام. طبعا اليوم عندنا كثير فقرات منوعه وعندنا ضيوف مميزين اكيد، وبامكانكم اكيد تبعتوا لنا اقتراحاتكم وافكاركم من خلال بيج الاردن اليوم على السوشيال ميديا، على انستغرام، على تويتر، على سناب شات، واكيد على الفيسبوك، على اللينكات اللي راح يظهروا لكم اسفل الشاشه كمان شوي. راح نبلش مثل دائما بفقره قعده شباب. وفقرتنا لليوم راح نحكي عن منصه اسمها حبايبنا. مين اسسها؟ راح نستضيفهم معنا اليوم ونحكي لكم اكثر، بس نرجع بعد الفاصل. مكملين معكم مشاهدينا، وصلنا لفقره قعده شباب. وبقعده شباب اليوم راح نحكي عن منصه اسمها منصه حبايبنا. منصه حبايبنا هي منصه عربيه تهدف لتقديم محتوى متخصص يهدف الى تسهيل دمج الاشخاص ذوي التحديات الذهنيه في المجتمع العربي. هالفكره طلع فيها ضيوفنا وهم زوجين ريم ومحمد الافرنجي، صاروا معنا في الاستوديو. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. ويعني بتخيل الإشي رح نحكي عنه كثير مهم، وهيك بتمنى كل المتابعين هم ركزوا معنا. نتمنى. خلينا نحكي قبل ما تشرحوا لنا أكثر، بس اللي فهمناه منكم إنه السبب وجود المنصة أو اللي أنتوا عملتوها لأنه ما في محتوى عربي فعليا بيساعد الأهالي اللي عندهم أطفال ممكن يكونوا بيعانوا من الإعاقة الذهنية أو التطورية. ما في أشياء الأولاد يحضروها نفسهم لقدروا يتعلموا من خبرات. مزبوط. من خبراتهم. مزبوط. هلا أنتوا خبرتكم من إنه أنتوا عندكم طفلين عندهم تأخر ذهني. بالتطور. بالتطور الذهني. عبد السميع وعمر. مزبوط. الخبرة بس personal ولا أنتوا كمان شغالين يعني دارسين هذا الإشي؟ و هلأ صراحة هي زينا زي كتير أهالي، يعني أنه إحنا ما قدرنا نغوص بمواضيع الإعاقات التطورية غير أنه أول إشي من تجربة شخصية مع أولادنا، وبعد هيك إحنا بحكم أنه أبو وأم صرنا ندور طب إيش الطرق، هلأ إيش ما نعمل، إيش ما نسوي، وين في معلومات. للأسف بالعربي ما لقينا أي محتوى متخصص بقدر يرشدنا كأهل سواء كيف نتعامل مع الوضع الجديد وكيف نقدر نطور مهارات أولادنا. كل اللي كنا نلاقيهم بالمواقع الأجنبية والإنجليزية اللي ما بتشبه لا ثقافتنا ولا أي إشي بيبتلنا بصلة، بس عندهم خطوات علمية وعملية. فمن هون لقينا، وإحنا خلال بحثنا صرنا نلاقي قدي إنه الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية مش موجودين بالإعلام إلا بصورة سلبية يعني للأسف. طيب ممكن أستاذ محمد تحكي لنا شو يعني الإعاقة التطورية قبل ما نبلش أسئلتنا عشان المشاهدين يعرفوا؟ هم الأطفال اللي عندهم تأخر، في حالتنا إحنا تأخر عام، تأخر تطوري عام، في حالات أطفال تانية بيكون طيف من أطياف التوحد أو داون سيندروم أو في أشياء ADD ADHD، أشياء كتير موجودة عند أطفال بتكون بسبب جيني أو لأسباب مختلفة. إحنا اللي قدرنا نعمله إنه من تجربتنا إحنا ومن تجربتنا مع أولادنا إنه نتعرف أكثر على حالة أولادنا، وشوي شوي مع الأهالي اللي إحنا مختلطين فيهم على أطفال تانيين عندهم تحديات تطورية أخرى. فصار إنه إحنا بنعيش في مجتمع في كتير ناس، في كتير أطفال وأهالي عندهم التحديات اللي إحنا موجودة عندنا، فعلشان هيك كان سبب رئيسي إلنا إنه احنا نبادر ويكون معنا الاهالي التانيين والاخصائيين اللي نطلع في محتوى مفيد للجميع. تمام. من هون اجت فكره المنصه حبايبنا. مزبوط. انه يعني هي انه نحاول نفيد اكبر قدر ممكن من الاهالي وبنفس الوقت بطريقه مستدامه، يعني مش انها تكون
حملة فيديو واحد يتنشر شهرين ثلاثة وبعدين يروح، لا، إنه هو موقع موجود بيقدروا بأي وقت من أي مكان بالوطن العربي يزوروه، يتعرفوا إنه كيف بيقدروا يتعاملوا. مزبوط. طيب احكوا لنا هيك شوي عن المنصة وليش اخترتوا هذا الاسم يعني بشكل عام. هلا أنا بحكي عن الاسم ومحمد بحكي أكثر عن المنصة. إحنا الاسم إجا من صرنا نفكر إيش هو الإشي المشترك إحنا كأهل بنشوف أولادنا فيه، فلقينا إنه إحنا أبنائنا بمختلف قدراتهم حبايبنا، يعني كيف ما كانوا كل أب وأم أكثر إشي بيقدروا يقدموه لأولادهم الحب والحنان. بالضبط. فمن هون إجت حبايبنا وحبينا إنه نفرجي، يعني إحنا كتير أهالي تانيين بيحبوا أولادهم بتقبلوهم بغض النظر عن إيش قدرتهم أو تحدياتهم. مزبوط. ومحمد أكيد بحب يحكي لنا. طيب أستاذ محمد احكي لنا عن أقسام المنصة. إحنا الموقع لما بلشنا أول شيء موجود موقع إلكتروني وصفحة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى قناة على اليوتيوب. بنحاول محتوى يكون بصري كتير، يكون أسهل لأنه اليوم الناس بتدور على الفيديو، فيديوهاتنا قصيرة ودقيقتين ثلاث دقائق تكون سريعة لأنه يقدروا الأهالي يأخذوا أو المختصين يأخذوا منها المعلومة المفيدة. المكتبة قدر الإمكان عندنا هدف حاطين أنا وريم نوصل لآخر 2018 إن شاء الله 1000 فيديو. إحنا هلأ مشي من حوالي 170 فيديو، فإن شاء الله بنقدر نكمل فيهم. هلأ الأقسام في قسم الأهالي اللي الأهالي بيقدموا تجربتهم. إحنا كتير شفنا أهالي من قبل حتى المنصة إنه أحياناً كان عندهم خسائر مادية خسائر معنوية لأنه تبعوا محتوى ما كان موثق ما كان صحيح ودفعوا فلوس ومن وقتهم من كمان إشي نفسي كتير كان سلبي عليهم لما تبعوا أشياء مش موثقة. فإحنا حاولنا بقسم الأهالي وقسم الأخصائيين يكون المحتوى موثق. في ناس ورانا بعد ما نصور هيك بتتأكد إنه هذا المحتوى الكلام اللي حكى صحيح عشان ما يتوه أهالي كتير زي ما أهالي إحنا شفناهم إحنا وأهالي تانيين تاهوا للأسف. المحتوى العربي فيه كتير أشياء ناس كتير بتحط محتوى مش صحيح على الإنترنت. هلأ شغالين كمان على تحت التطوير دليل حبايبنا اللي هو في المراكز والأخصائيين والمدارس من جهات شبه حكومية والمؤسسات الدولية اللي بتشتغل مع ذوي الإعاقات التطورية اللي يكون دليل لهم يشوفوا تفاصيل أكثر عن في هذا المجال، يقدروا يشوفوا كمان أهالي تانيين وين راحوا وشو استفادوا. وهي الأقسام اللي حاليا شغالين عليها. وفي مقالات بيكتبوا أخصائيين برضو أهالي، مقالات بسيطة وسريعة. وهلأ برضو من جديد بلشنا برنامج صغير دردشات مع حبايبنا اللي ريم بتصور مع طفل من ذوي التحديات التطورية مع والدته مع أهله. تمام. نورجي الجانب الإيجابي بحياتهم مع بعض. طبعا. كنا عم نحكي عن شوي برا. حبيت الفكرة، حبيت إنه ولد صغير هو بحكي عن حاله إيش بحب يعمل، صح؟ بالضبط. يعني إنه عشان نفرجي إنه حتى أولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم طموحات عندهم أحلام لما يكبروا. يعني يوسف مثلا نفسه يطلع شرطي لما يكبر عشان يضبط البلد. فيعني إنه هو عايش وواعي معانا ويعني وبعرف مثلا أمه بتروح على الشغل وبترجع بحب الباص بحب فهي إحنا يعني هدفنا من خلال حبايبنا إنه نغير الصورة النمطية اللي موجودة عن أبنائنا. وبنفس الوقت إنه مش لازم كل ما نشوف ولد أو طفل من ذوي الإعاقة بس نضلنا تحت أي ليبل بدنا نحطه. لا خلاص، إحنا بنشوف الطفل نفسه بغض النظر عن نشوف قدراته كمان. بالضبط. فهي إحنا قد ما نقدر نحكي ما رح يكون قد ما إنه هم الأولاد بذاتهم يحكوا عن حالهم. والعالم لما يضلوا يحضروا الأشياء يتعودوا يشوفوا إنه عادي على طبيعي بقدر يحكي بقدر يعبر عن رغباته عن الأشياء اللي بحبها عن هواياته عن مشاعره لأمه لأصحابه لعائلته لمكانه لبلده. يعني هذا شيء كتير طبيعي الواحد يشوفه يعني. حلو بصراحة. الفيديوهات الثانية أكثر تعليمية، صح؟ بالضبط، هي فيديوهات تعليمية وبتكون structured يعني فيها معلومة معينة أو تجربة معينة بدقيقتين أو ثلاث دقائق اللي بتقدر إنها توفر للأهل أو للأخصائيين الجدد طريقة لتعلم لمعرفة إشي جديد أو معلومة جديدة عن مجال التربية. وإحنا حتى هلأ تفاجأنا إنه معظم المختصين كتير حابين فيديوهات الأهالي. إحنا توقعنا فيديوهات المختصين هي اللي يكون عليها صدى أكبر، بس لا، الأغلب بيحبوا فيديوهات الأهالي اللي تجربة تجارب. بالضبط، تجربة شخصية ومثرية وبلاقوا إنه فيها شغف أكتر. يعني في أخصائي معه خبرة 20 سنة تقريبا فبقول لي أنا كتير ما كنت بعرف إنه هيك الأهل ممكن يفكروا. فمثلا لقينا إنه كتير ممتاز ممكن تقرب هذه يعني
بين الأخصائيين والأهالي بمصلحة تطوير برامج التدخل كلها. كثير حلو بصراحة. كثير حلو يعني. طيب أنا بدي أعرف أن نعرف على الخطوات المستقبلية للموضوع، كيف أنتم شايفين؟ هلأ أنا وريم عندنا أفكار كثير للموقع وللمنصة، وكثير حتى هلأ من الناس اللي بتفاعلوا معنا كمان عمال بيعطونا أفكار كثير. إحنا وكثير لما الناس لما أطلقنا كثير سألونا شو كيف بدنا نساعد، فعلى طول قعدنا وحطينا شو الأشياء اللي بدنا فيها دعم أو مساندة عشان نقدر. هدفنا الأول ننتج أكبر عدد من المحتوى الموثق، واثنين ننشره تمام وصل كتير أهالي. حتى عندنا أفكار الأهالي اللي ما عندهم قدرة يشوفوه أونلاين على موبايلهم أو على الكمبيوتر، تمام نوصل الأماكن اللي ما فيها إنترنت ونوصل الفيديوهات هاي والمحتوى تبعنا للأهالي اللي ما عندهم هاي الفرصة. مهم جدا. فبالتالي نركز على الإنتاج، وبنركز على إن شاء الله النشر وبناء مجتمعات، ناس تساعدنا بالنشر، ناس تساعدنا بالمحتوى، شاركنا تجاربها لنقدر نوصل لأكبر عدد من الناس، وهلأ بالأردن وإن شاء الله قريبا بكتير أماكن بالوطن إن شاء الله. طب كيف إذا حدا بده يتواصل معكم يبعث لكم على الويب سايت؟ على الويب سايت إحنا الويب سايت حبايبنا.net، والفيسبوك برضو حبايبنا، كله حبايبنا.net، وتويتر وعلى اليوتيوب. على اليوتيوب. تحبوا تحكوا إشي للأهالي اللي ممكن عندهم نفس الكيس أو نفس الحالات؟ إيش كيف يفكروا إذا إشي إيجابي يعني ممكن تعطوهم إياه؟ هلأ يعني الإشي اللي أنا بآمن فيه إنه يكون عندنا طفل أو طفلة من ذوي الإعاقات التطورية ومن ذوي الإعاقة إجمالاً، مش آخر الدنيا يعني، إنه هذه حياتنا بس بدها تغيير. هلأ بدنا نفكر نغير نمط تفكيرنا، نغير طريقة حياتنا ونمط حياتنا بالطريقة اللي ممكن توفر يعني تطور أفضل لأولادنا، وإنه ما يضلهم لحالهم، إذا بيحبوا يتفضلوا معنا وينضموا لحبايبنا ويكونوا جزء من مجتمع أكبر شوي عشان ما يحسوا أنهم لحالهم. حلو. Thank you ريم. Thank you محمد. شكرا. وبالتوفيق بالمنصة إن شاء الله نشوفها عم تكبر أكثر وأكثر وتحققوا الهدف تبعكم. أكمل فيديو آخر 2018 أكمل فيديو أتليست يعني على الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نحن معكم بأي وقت. شكرا. بأي وقت. شكرا لكم. احنا راح نروح لسناب شباب، وبعد سناب شباب راح نستضيف ضيف فقرة كراسي فنان مميز كتير. خليكم معنا. حاب احكي على موضوع الفكر الشبابي من ناحيه الشغل والعمل. اول اشي بالنسبه لي مفيش داعي انه احنا ناخذ شهادتنا بعد 4 سنين وندور على شغل. لازم احنا نحاول نشوف شو اتجاهنا نحو الشغل ونحاول نخلق لنا فرصه عمل. شايف انه افضل اشي يا شباب الجامعات الايام هاي هو فكرنا نتجه نحو رياده الاعمال، ونروح نحاول نشوف شو احتياجات الناس ونحاول نفكر نعمل مشاريع عشان تكون لنا شركات مستقبليه. هذا أكثر إشي حاب إنه نبطل فكر شبابي، فكرنا يكون مش محدود. بدي أحكي عن الإعلام المتغيب عن دور الاحتياجات الخاصة، إنه إحنا كمجتمع لازم نوفر لهم أماكن سواء ترفيهية أو تعليمية، فالإعلام هنا عندنا شوي متغيب عنهم. بتمنى إنه من صناع القرار في قمة هرم التعليم العالي إنهم يغيروا فكرة التعليم النظري وغيروا اتجاه بدل التعليم النظري إلى التعليم التقني ومهني، ونحقق رغية ورغبة جلالة سيدنا الملك عبد الله، وهيك إحنا نصير بعد ما بنكون شعب مستهلك بنكون شعب منتج. بدي أحكي عن موضوع بالتربية الخاصة، إنه هلأ كل بالتربية الخاصة المعاقين أو غيرهم بسن 18 بعدين بيطلعوهم من المراكز وغيره. أنا راح أحكي عن الأفرقة التطوعية اللي حالياً عندنا بالأردن عم تنتشر بس ما عم بتلاقي دعم مناسب من الشركات. فأنا من المكان كراسي أو من برنامج كراسي من بوث سناب شباب، أنا بحب أطلق مبادرة اللي هي كيف أخلي الشركات الخاصة تدعم المبادرات الشبابية. راح أحكي عن مشكلة المدارس الخاصة وغلاء الأسعار فيها، إنه المدارس الخاصة صارت استثمار أكثر منها تعليم. الأهالي بواجهوا مشكلة إنه بكل نهاية فصل غلاء مقدار 100 دينار أقل شيء على صف دراسي متوالية، يعني طول كل سنة بيكون في زيادة متوالية. أحكي عن الاستغلال اللي يوقع على التكاسي في الأردن، ففي بعض الأحيان لما نركب تكاسي بيخضع عليه مبالغ كثيرة بحكم إن إحنا خليجيين ولا كذا. أنا بحكي عن أسلوب بعض الدكاترة الموجودة عندنا بالجامعة، أسلوبهم مرات ما بيكون كويس معانا من ناحية العلامات، من ناحية التدريس، من ناحية أي إشي ثاني بتعلق بالطالب. إحنا يعني نعاني من كثير مشاكل مع الدكاترة ونعاني كثير مع الإدارة، مرات ما بنقدر نوصل أفكارنا لهم.
وهذا اللي بحكي انه يغيروا جامعاتنا ويغيروا اسلوبهم وعلاقاتهم مع الطلاب. مساء الفل من جديد واهلا وسهلا فيكم. وصلنا لضيفت او لفقرتنا الاساسيه هي فقره كراسي، ومع ضيفنا فنان مبدع محبوب كثير من الكل، اشتغل على حاله كثير وابدع بكل الادوار اللي لعبها، وكمان هو شخصيه اذاعيه ومقدم راديو رائع كثير. خلونا نرحب مع بعض بمجد عيد، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا على المقدمه الجميله، يعني عجبتوني صراحه. كل الادوار ما هو فعلا الواحد ببين لما بيعطي ان شاء الله يعني. وانت فعلا كله كل شيء بتعمله ببين انه من قلبك يعني. الحمد لله، الواحد بحب اللي بيشتغله، فعشان هيك ممكن بعطيه اكثر جهد يعني. كيف امورك؟ منيح الحمد لله. كيف لقيت اجواء كراسي؟ صراحه يعني مشهية للعب، جابالي ألعب يعني. صح فعلا كتير حفشتك أنا هيك الواحد يعني بضل في هاي الغرفة الواحد يكعكش ومبسوط يعني. جد أهلا وسهلا فيك، أنت منورنا. بدنا تحكي لنا شوي قبل ما نروح لفقرة كراسي، احكي لنا عن دورك في فيلم ثور العربية الكبرى، جسدت شخصية عودة أبو تاي، هاي الشخصية العظيمة، كيف جسدتها وكيف صارت معاك، كيف يعني احكي لنا أجواء التمثيل في الفيلم. أول إشي هو بتعرفوا صار بسنة 2016 كانت الاحتفالات بمئوية الثورة، فعمل هذا الفيلم. أنا صراحة بحب الأفلام التاريخية، وعملوا زي أوديشنز لأنه يتقدموا تمثيل من دشست هاي الشخصية، تقدمت صوتي كثير عجبهم عشان صوت تخين، وكان الله يرحمه يعني الفارس عودي أبو تايه من الأصوات اللي ما شاء الله عليها رخيمة يعني قوية. دربت على الدور منيح، رحت قدمت، صار في شوية صراع انه او لا، كانوا محتارين بيني وبين الممثل، بس اخر اشي اجى القرار علي، وكان في مساعد صراحة من لارا عطلة واسير شاهين يعني كثير ساعدوني في هذا الموضوع. هون لما وافقوا كانت المهمة الاصعب انه انا كيف بدي اجسد عودي ابو تايخ. هاي الشخصية في عنها كثير قصص، بس قصص بنسمعها من الناس، فيديوهات صعب عشان انت بتحكي بال 1916 وقبل يعني بتحكي. فقرأت شوي عن كتاب كتبه لورنس العرب اللي هو عمدة الحكم السبعة، كان في شوي عن شخصية عودة أبو تايه، قدرت ألم شوية ملامح. طبعا هون أنت بدك تضيف لمستك يعني، تعرف شو براس الشخص يعني، شو أهم ملامح شخصيته وتحطها. الحمد لله كانت من أهم التجارب اللي عملتها، كانت مستوى عالي جدا من ناحية حتى الناس اللي صوروا، الممثلين اللي اشتغلت معهم استاذ حابس حسين، استاذ خالد الغويري، يعني كمان رشيد ملحس، كانوا كلهم هذول اساتذه بالنسبه لي، انا كنت كانوا بتساعدوا معي عشانها شخصيه رئيسيه، بس الحمد لله ربنا وفقنا، وانا انبسطت فيها جدا يعني حسيت اول مره في شيء امتحان بدك تعديه ولا ما تعدي. حلو كثير. طيب مجد، من كوميدي لعودة أبو تايه ايش فرق عليك؟ فرق شو يعني، من كوميدي الى يعني دراما جدا بحته وحرب وقائد. شوفي ممكن هو الناس بتشوفني اكثر كوميدي، بس انا مثلا بحب الدراما اكثر يعني. لما انا احضر اشياء اكثر قاعد عم بروح بحضر، هي الاصعب دراما، انك هلا الكوميديا ماشي صعبه، بس ممكن خلص الشخص الكوميدي من الله بتلاقيه هاي الموهبه عنده اياها يعني، بيشتغل عليها عشان يطورها، بس الدراما عشان تتجسد شخصية وتخلي الإنسان اللي قدامك يصدق يتحسسه أنه أنت ممثل، وصلت له الشعور زعلان، بتبكي، بتعصب، كل إشي هاي صعبة يعني توصلها. في كثير كوميديانز كمان مبدعين في الدراما طبعا، يعني مثلا عندك أحمد حلمي لما مثل آسف على الإزعاج، طبعا أبدع. عادل إمام برضو نفس الإشي برضو، ممكن تجمع يعني. طبعا هي بس مع الوقت والتدريب يعني، انا يعني لسه ببدايه طريقي يعني، بعتبر حالي ما اخذت شيء اكاديمي، كل شيء من التجارب اللي بعملها عم بتعلم كل يوم شغله جديده. حلو. فان شاء الله يعني مع الوقت الواحد بتطور وبصير عنده المهارات الاحسن يعني ان شاء الله. حلو كثير. طيب خلينا ندرج هيك اكثر بفقره كراسي، فبحكي لك شو هم الكراسي اللي عندنا. هلا كل كرسي له محاور اسئله بتخصه هو، اوكي؟ الكراسي اللي عندنا كرسي الشهره، كرسي المسؤول، الاعتراف، ايام زمان، الدراسه، والطياره. طيب ايام زمان، اوكي، الدراسه. كم واحد معي؟ ثلاثة. ايام زمان والدراسه وممكن المسؤول. المسؤول. حلو تمام. طيب راح نروح مع لينا ومجد عيد بفقره كراسي، كمان شوي خليكم معنا لا تروح بعيد. True.
405 F Pier. أهلا وسهلا فيكم من جديد. صار وقت فقرة كراسي مع فناننا مجد عيد. رح نبلش بالكراسي اللي اختارهم. مجد اختار كرسي المسؤول، كرسي أيام زمان، وكرسي الدراسة. نرجع لكم مع أول كرسي والفنان مجد عيد، كرسي المسؤول. خليكم معنا. رجعنا لكم لنبلش بأول كرسي معنا اليوم واللي اختاره مجد عيد، كرسي المسؤول. مجد كيفك؟ تمام تمام تمام. بتحب تكون مسؤول؟ يعني مع الكرسي هذا بس لأنه مريح. طيب بشكل عام لو كنت إداري أو مسؤول بشركة أو منصب أكبر، وزارة، إيش المنصب اللي بتفضله وشو ممكن تتخذ قرارات فيه؟ يعني أنا بفضل أكون في الناحية العملية، يعني مسؤول عن إشي عملي، ننزل على ميدان نقسم حالنا وأكون مسؤول عن هاي الطاقات البشرية، كيف نوزعها، كيف ننجز العمل معها وكيف أتعامل معها. تمام أنا بكون بحب هذا الإشي يعني صراحة. بس تضلك بالمكتب قاعد؟ لا صراحة قاعدة المكاتب ما بحبها يعني ولا بيوم حبيتها. طيب إيش في وزارة لو أنت بتحب تكون متواجد فيها لا تحدث تغيير؟ يعني صراحة أول إشي أنا ما بحبش أتكون في الوزارة مبدئياً عشان الله يكون في عونهم على حكي بسمعه. وبعدين بحس إنه التغيير صح، وكل واحد ببلش التغيير من عنده، ولكن بتخيل إحنا عندنا الأمور ما مش بحاجة وزير يصلح، بس بده أكثر من وزير شغلة تشتغل عليها، يعني مجب فريق كامل يشتغل على الموضوع عشان يغير. بس لو بدي أمسك وزارة بحب أمسك بتخيل وزارة الشباب. شباب شباب أو يعني الرياضة. طب كيف ممكن تستثمر طاقات الشباب بهذا الشيء؟ يعني كيف ممكن أستثمر؟ يعني ممكن توزع الطاقات صح، يعني يعني هذا رأيي شخصي طبعا، أنا ما عندي علم في الموضوع، بس من باب أعطيت رأيي، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، بس بحس إنه إحنا الشباب عندنا الطاقات مش موزعة صح. يعني مش كل واحد في مكانه، يعني كل واحد أكيد أجعل هذا الكوكب في عنده قوة معينة، يعني في عنده إشي بيميزه عن غيره، لو حطيته فيه رح يبدع أو رح يقوم في واجبه، مش ضروري يبدع يعني، رح يعمل اللي عليه. فتوزعهم في أماكنهم الصح ممكن هون يعني تلاقي نتيجة كويسة بالآخر يعني. طيب الفن مسؤولية برأيك؟ طبعا طبعا مسؤولية. طب ليش؟ عشان إحنا بنعرض منتج، يعني لو أنا هسه وقفت بالشارع وحكيت خطاب راح يسمعني 5، بس أنا لو طلعت على شاشة التلفزيون وحكيت خطاب بغض النظر هاي شاشة التلفزيون قد ايه نسبة مشاهدينها، ولكن أكيد راح يكون المشاهدين عددهم أعلى. فإذا أنا حكيت كلام مؤثر أو جبت إشي راح يأثر على عدد أكبر، فعشان هيك الفن كثير فيه طبعا مسؤولية. أنا لسه مش واعي 100% عشان أقول لك قد إيه مسؤوليته، بس ممكن أنا أعمل عمل اليوم بعد 10 سنين أندم إني عملته. ممكن عشان هيك ممكن أنا أغير في جيل، ممكن أغير في شخص، ممكن إذا شخص حبني أثر فيه يعمل اللي بعمله. فأكيد الفن جدا مسؤولية، مش بس يعني أنت من خلال فيلم أو مسلسل، إلا ممكن أنت تزور تاريخ، ممكن تزرع فكرة غلط، ممكن تزرع فكرة صح بنفس المكان، وممكن تعطي أمل، يعني كل حسب أنت كيف بتوظفه يعني. حلو. طيب الإنتاج وقديش نسبة المسؤولية اللي موجودة أصلا عند المنتجين برأيك؟ الإنتاج مسؤولية كبيرة أول آخر، يعني هو أحد ركائز العمل المهمة، يعني زي ما في سيناريو مهم ومخرج مهم في إنتاج مهم عشان يوفر لك كل إشي ممكن من خلاله أنت تعمل هاي القصة بشكل حلو. فمسؤولية المنتج عالية عشانه بالآخر هو يعني راح يساعد المخرج والممثلين إنهم يوصلوا العمل لأحسن إشي ممكن يوصله، وبنفس الوقت ممكن يساهم في إعطاء الفرصة للناس الموهوبة، يعني يكون موهوب جد من بيت أهله، يعني من الله ربنا معطيها الموهبة يعني. طب أنت بتخيل إنهم قد المسؤولية لحد يتهلى رضاك عنهم في الأردن؟ يعني أنا ما إلي أقيمهم صراحة، أنا لسه أصغر مني أنا أقيمهم، بس الحمد لله يعني أنا بحس إنه من 7-8 سنين في يعني في حركة إنتاج حلوة. أكيد إحنا كلنا بنتعلم لسه، أنا دائما بحكي بهاي
الشغله انه احنا كاردن يعني ما عندنا هالتجربه في الدراما والاشياء، على ممكن بالبدوي قويين، ولكن في المسلسلات العاديه اللي هو ننافس مصر سوريا لبنان لسه عم نتدرب عم نحاول يصير عندنا كتاب سيناريو حلوين مخرجين يكونوا متمكنين، الممثلين اعطى فرص على قد ما هو موهوب، يعني موهوب اعطيه فرصه مش موهوب اعطيه على قد موهبته يعني. حلو. طيب بالنسبه للراديو قديش فرق عليك حس المسؤوليه؟ انا اشتغلت بالراديو عموما في ثلاث شغلات، بلشت اول شيء مهندس صوت، بعدين انتقلت الى الاعداد، بعدين انتقلت لمذيع. طبعا كل هاي الخطوات انا كنت دارسها بين ان انا بدي ابلشها هيك يعني. الراديو إشي كثير حلو، عندنا بالأردن سوق الراديو هو الأهم يعني، في مسؤولية عشانه في مسموع الراديو وين ما كان. لما صرت مذيع صارت المسؤولية أكبر، صفة كلامك محسوب عليك، بدك تعرف شو تحكي، أرائك الشخصية مش ضروري تكون هي دائما الصح، ومش ضروري تكون رح تمشي على الكل، بدك تتجنب الصدمات، وبدك تحاول تكون قد ما تقدر أنت حدا إيجابي مش سلبي. مزبوط. طيب نروح للأشياء الإيجابية هي الذكريات، ننتقل للكرسي الثاني. ننتقل على كرسي أيام زمان مع مجد عيد، خليكم معنا. ثاني كرسي اختاره فنانة مجد عيد هو كرسي الهزاز، أو إحنا بنحكي له كرسي أيام زمان. كيف حاسس؟ قبل شوي كنت عم تعمل إشي أول ما قعدت. إيه الذكريات. بالضبط. ايش بذكرك هالكرسي؟ يعني هو بذكرني شيء ما كانش عندنا واحنا صغار، يعني كرسي هزاز بالبيت. بس يعني هو يعني هذا الكرسي الهزاز تتخيله خلص الواحد لما بده يرتاح اخر عمره بتلاقيه هيك قدامه النارات وبيحكي بسولف القصص يعني صارت بقى. طب ايش اكثر مكان انت بتتذكره من الماضي؟ عالق بذاكرتك يعني. يعني الطفوله، يعني مكان ما ربيت، الحاره اللي كنت فيها يعني. يعني هاي انا بالنسبه لي احلى ايام، يعني من احلى اصحاب لهلا صحبه معهم، يعني اللي هم يعرفوك على فطرتك، يعني كنت طفل نازل مصروفك بجيبتك ال 15 قرش ولا الربع ليره، يعني اخر همك ما في شيء غير انه انت كيف تلعب، وتضلك تلعب لاخر لحظه قبل ما اهلك خاوي يروحوك على البيت يعني. طيب كنت بتخيل وقتها انه ممكن تنشهر او ممكن تفوت بهذا الفيلد كله؟ لا، بس هو عموما يعني لما بتوصل لهون مكان بتطلع على المكان اللي انت كنت فيه تحكي اه، يعني عشان انا كنت مشاغب جدا وانا صغير، خليك في الحاره اعلى صوت ودائما لازم نعمل مغامره، لازم نروح على مكان نعمل قصه، يعني دائما في لمه حوالينا، يعني في شيطنه في الموضوع، في مشاغبه يعني. بس ما كنت بتخيل حالي حفوت عالم الشهره لسه وانا طفل يعني، بس اجتني محاولات وانا 14 سنه 13 سنه كنت اقلد، يعني اقلد تقريبا 10-12 شخصيه. حلو. طيب تعمل شو هيك قدام العيله والاصحاب؟ بس بالضبط، كان جمهور العيله اولاد الحاره يعني، هاي شيء بسيط. طيب مين الشخص اللي تتمنى لو ترجع بالزمن وتقعد معه هيك تحكي حكي من قلبك؟ يعني صراحه هو الحمد لله انا اصحابي لسه معي، يعني صحيح ممكن في السفر في منهم سافر و يعني الغربة وعشان بده يعيش يعني وبده يبني مستقبله، بس عموما إذا نفسي أرجع أحكي مع شخص راح يعني ما الحمد لله لسه حوالي الحمد لله يعني الحمد لله، فما في شخص، بس نفسي أرجع ألعب ألعاب الحارة يعني، بس ما كبرنا صار طلع الواحد لحية ويعني ما فيش طفل هيك شكله يعني، فنفسي أرجع ألعب في الحارة قلول يعني أطير طبق يعني أعمل أي كده. طيب مين أكثر شخصية أثرت عليك وأنت صغير؟ فعليا أثرت بشخصية مجد؟ من يعني من عائلتي ولا من بغض النظر، حدا فعلا أثر بشخصيتك؟ هذا أستاذ، حدا من العائلة؟ أنا صغير من أثر بشخصيتي كان في ممثل صراحة مصري بتذكره أنا صغير كنت أحبه كثير، كان هو دائما بس يطلع في المسلسلات الكاراتيه، كان اسمه صابر، مش متذكر شو اسمه يعني، كان بس دائما كاراتيه وكاراتيه، ففترة تأثرت فيه كثير، بس كل فترة كنت أتأثر بممثل يعني أصير أقلده وأعمل هاي الشغلات. بس إذا بدك تحكي كنت أتأثر بحدا من أنا صغير، بتأثر بأبوي يعني كثير، يعني الشخص المؤثر في حياتي يعني الوالد.
طيب نرجع هيك ل شوي بس يعني نرجع شوي ما نرجع كتير. بقصة عس انت لعبت دور حارس العمارة عفت. صح عفت. هلا هالدور الناس حبته كتير يعني بغض النظر عن المسلسل ككل، بس فعليا الدور عمل اشي عند العالم. فعليا شو اللي خلاك هالقد تعطي لهذا الدور؟ اول اشي انا كان لي فترة اصلا بحكي مصري بدون سبب خلاص، ورامي وسامي يعني صاروا يحكوا معي مصري دائما ما بنعرفش ليش. فلما صار قصة المسلسل خلص بواب العمارة لازم يكون عفت مجد، خلص عفت عفت سعيد حنفي. وأنا بلعب هذا الدور كنت كثير مستمتع، عشان أنا بالنسبة لي اللهجة المصرية فيها نوع من الكوميديا، يعني هي أصلا كلهجة لما تحكيها بتحس فيها خفة دم حلوة، فرح هيك يعني خلص باشا ما ينفعش. ولما يحكي أي لهجة ثانية بيطلع بضحك يعني لما يحكي سعودي يا هلا والله، فبتحسه انه بيحكي اشي مش جد مش لابق له لبناني تقبريني يعني بيجي قوي النشامة غريب بس اشي حلو يعني. فأنا بالنسبة لي كان حلو يعني قصة من احلى الاشياء اللي عملتها يعني كنت مستمتع يعني. حلو كان مبين بصراحة وكنت شروح قاعد لهم. حلو طيب احنا رح ننتقل هلا شوية نغير موضوع الذكريات ونروح على اشي تحديدا وهو الدراسة. يلا خليكم معنا. وصلنا لآخر كرسي لليوم بفقرة كراسي مع مجد عيد. الكرسي هو كرسي الدراسة يعني حسيتك متحمس يعني. أول سنة بتوجيهي أول ما كنت أقضي على الدور كنت أعمل هيك يعني إلى الأبد طبعاً عبد ما يجي حدا يبلش يبهدل. بالضبط. بس هذا الدرج إحنا لما رقونا يعني أول ثانوي توجيهي، بس قبل هيك كان عندنا الدرج المشترك يعني أنت وصاحبك، بس زي ما حكيتي لي أنت عشان ما نغشش بجوز. بالضبط يعني. بس غشي عشان الغش. طيب كنت تحب شكل عام الدراسة ولا لا؟ كنت بحب المدرسة بس مش الدراسة. لا يعني أنا لا لا ما كنتش أحب الدراسة صراحة. طيب شو أكتر حصة كنت تكرهها؟ الإنجليزي. أوف ليش؟ يا أخي هم عندهم حصص عربي. أوكي. بأمريكا بدي أسألك سؤال، هم عندهم حصص عربي؟ يعني عندهم حصص ألماني مثلاً، عندهم إسباني. لا هو يعني هو بجوز أكيد هسه هي لغة العصر يعني، ولازم الواحد يكون يعرف هيك إنجليزي. بس أنا ما كنت أحب هاي الحصة، وكنت أعتبرها حصة كوميدية. كنت أحب حصة التاريخ ممكن بحبها، الجغرافيا هاي الأشياء أحلى يعني من اللي كانت بالنسبة لي من الإنجليزي والرياضيات يعني. الرياضيات نحطها على جنب أنا ما بعد. يعني إحنا خلينا في الأحرف يعني أنا جماعة أحرف. أنا معك أنا معك. أصحابك اللي كنت عم تحكي عنهم بالحارة وهيك كانوا هم نفسهم معك بالمدرسة؟ في منهم وفي منهم لا، بس يعني شلة المدرسة أنا عندي كانت يعني كانت عصابة يعني السيد باسل بدر وعمر ذئب وخليل طالبة يعني كنا يعني شبه مع بعض يعني كان في مغامرات كثير عملنا رحل مسكنا المقصف إذاعة مقالف الأساتذة نهرب نرجع بس إن جنرال كنا مشاغبين مش قليلين أدب يعني. طيب مش أكثر يعني إشي عملتوه هيك الناس لهلا يمكن تتذكره؟ هو في كثير شغلات بس مرة بتذكر في آخر أيام في التوجيهي ما كان في الدوام يعني كنا عم نودع عشان إحنا بعطونا كانوا التوجيهي بيريحوهم قبل الطلبة كلهم أساسي يحضروا الامتحانات الوزارة. فبتذكر إحنا في الأيام الأخيرة صاحبي خليل عنده كلبة فقال والله جعبالي أطششها وأجيبها على المدرسة. فقلنا له طيب تيجي على المدرسة، ليش ما تيجي بندخلها بالعقل. هلا وين المشكلة؟ إنه جبنا الكلبة ودخلت المدرسة وما حدا انتبه وخليناها في الصف. كان عندنا يومها مباراة، لعبنا المباراة أنا وخليل برا وظلت الكلبة خليناها مع عمر. راح عمر وقف في الكلبة على باب المدرسة ولا واحد قادر يروح من الطلاب، فصارت فضيحة على باب المدرسة في تجمر. طلع المدير والأساتذة شو هات كلبة ولمين هاي الكلبة؟ الكلبة مو اللي حكى له الكلبة لمجدين. فيومها المدير قرر إنه يفصلني أنا وعمر الذئب ومش ضايل على امتحانات الوزارة يعني. دخلنا أنا وياه والترجي والأساتذة والله ما راح تشوفوا وجهنا مرة تانية وأسفين وهيك، بس اعتذرنا له ومشت الأمور. بس كان إشي مجنون إنك تجيب يعني كلبتك على المدرسة. حبيت. طيب شو درست بالجامعة؟ درست صحافة وإعلام.
اوكي، وحبيت التخصص او ندمان انك درسته ولا لا؟ يعني هو ما في، مش ندمان انك درسته اكيد، بس يعني ممكن طلعت بخلاصه صغيره انه هذا المجال بيعتمد كثير على الموهبه وعلى قد ايه انت بتحب هذا العمل عشان تبدع فيه، مش شيء يدرس. هلا هو اكيد دراسته مهمه بس كثير بيعتمد على الموهبه. الجامعه كانت حلوه برضه، كان فيها يعني حياتي الجامعيه كانت كلها دراسه وشغل، يعني اشتغلت في الجامعه طول الفتره، وحتى في اجلت سنه من حياتي وطلعت على العقبه عشت لحالي واشتغلت ورجعت على الجامعه كملت. يعني بتعرفي الواحد كان يدرس ويشتغل، يعني مش ما كان شيء سهل، بس كان بالعكس شيء كثير مهم انك انت تدرس وتشتغل بنفس الوقت. تخلص من جامعتك شخصيتك تكون مصقوله لسوق العمل، يعني انت مش ما تفكر حتتخرج وتروح انت تلاقي الحياه الورديه والفاضله، لا انت في داخل على سوق عمل اصعب شيء. ببالك تكمل شيء بالتمثيل؟ بالتمثيل نعم، يعني انا ممكن هلا في فكره انه نطلع مصر اخذ دوره تمثيل كورس هيك بمكان مرتب، يعني اساتذه مرتبين، عشان بحس انه ممكن عندي موهبه التمثيل بس هي مش ما بعرفش عنها كثير، فلازم اعرف عنها واشوف برضه اضلني محاوله في مصر، ممكن السوق المصري كان يكون لي نصيب فيه، ممكن عرب يعني، بس هو ممكن ادرس التمثيل الفتره الجايه. حلو، بالتوفيق يا مجد. شكرا. ايش بتحب تحكي هيك لمتابعينك والناس اللي بيحضروك دائما ولمتابعين قناه الاردن اليوم؟ اول شيء قناه الاردن اليوم قناه عم يعني انا كثير مبسوط على فكره انه صار في عنا منافسه بين القنوات، وطلعت قناه الاردن اليوم عم بتحقق يعني مشاهدات وعم نسمع فيها اكثر، عم نشوف الشباب يعني لينا بالغزاوي الشاب اسامه جتاوي، الشباب حازم، يعني شباب موهوبه كلها عم تيجي لهذا المكان. حلو انه هيك قناه عم تستضيف وعم تعطي فرص، وان شاء الله الى الامام، وانا ان شاء الله يا رب اضلني دائما عند حسن ظن الجمهور، وان شاء الله دائما اضل اخوكم وما ازعل اي حدا، وان شاء الله ربنا بيقدرني واقدم احسن محتوى يفيد محتوانا العربي والاردني بالتحديد، يعني يا رب. امين يا رب. مجد نورتنا، شكرا كثير لانك كنت معنا اليوم. شكرا لينا لك بكراسي، واحنا رح نكمل طبعا، عندنا فاصل صغير بعدين رح نرجع مع كراسي ميكس، خليكم معنا. طبعا لينا، ورح نعرف عن مأكولات من ذهب كانت على مأدبة حفل الاوسكار، التفاصيل بعد الفاصل، خليكم معنا. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة كراسي ميكس، بالفقرة أكيد في إن أخبار متنوعة وأخبار كثيرة وأخبار غريبة، وأول خبر مع لينا. دائما أخبارنا غريبة الحمد لله. خبري أنا اليوم مش عارف كيف بدي أبلش هيك، جاب بالي كنت أعمل نهفة عليه بس كثير دسم الخبر فما زبطش معي بصراحة. خبر بيقول عن الأوسكار مبدئيا، بس مش عن الأوسكار شو صار بالأوسكار، عن شو أكلوا بعد ما خلصوا الأوسكار. في إشي محرز هلا؟ هو طبعا في إشي محرز. هلا الشيف اللي مستلم خلينا نقول الأكل والطبخ والمائدة تبعت احتفالية الأوسكار هاي المرة 24 اللي هو فعليا بيعمل فيها الأكل، والمدعوين تقريبا 1500 شخص من كبار النجوم طبعا عم بيكونوا بحفل الأوسكار. الطاهي اسمه فولفغانغ باك، هو واحد كتير مشهور طبعا. والخبر ليش عم نحكي الخبر؟ مش عشان هم أكلوا إنهم أكلوا شو أكلوا؟ أكلوا ذهب، مأكولات مزينة بذهب 24 قيراط. يا سلام، كيف هاي؟ طبعاً أكيد، يعني 1500 ستار عندك وهوليود ستارز فلازم يكون الأكل فيه ذهب. ذهب طيب، ذهب بس تأكل ذهب أنت مبدئياً. المهم القصة كلها بتحكي عن المائدة اللي عملها. هلا طبعا كانت منوعة كتير، كان جايب تقريبا 136 كيلو جرام من لحم معروف اسمه ميازاكي واجبو، هو لحم ياباني، لا يطعمه طبعا 1500 حدا الموجود، بالإضافة لبيض طيور السمان كتير غالي مبدئيا طبعاً. وكان في كتير اشياء منها مقبلات، انسى طبعا السيفود والكافيار. الكافيار كان مزين بالذهب، كافيار وذهب يعني شيء فخم. جعت مبدئيا. تحب الكافيار؟ جد؟ قال لي على فكره الناس بتحبه. لا انا كثير بحبه، انا كثير بحبه بس كميه كبيره شو اسمه بتعمل ما عاد بينفصل.
المهم كان في تقريبا 50 طبق مختلف موجودين على المائدة، أكثر من 1000 شخص كان موجود ليعد هاي المائدة. يساعدوا الطباخ. طبعا يعني طبعًا. اكيد مش عايز يطبخ لحاله، بس هو الشيف يعني. الشيف المشرف مبدئيا يعني. ومرته واولاده كانوا بس اكثر من هيك انا مش كثير جايبه لي احكي لانه جايت. طيب. المهم 13.6 كيلو جرام مسحوق ذهب اللي قابل للاكل طبعا تم استخدامه فيه. طبعا في انواع، في ذهب بتاكل وفي ذهب لا مش اي ذهب. على فكرك انو اهم شو اكلوا ولا مين فاز بالاوسكار؟ والله الاثنين مهمين، الاثنين مهمين بصراحة. يلا خبرك. طيب الخبر الثاني للصبايا. أيوة. زي ما أنت بتعرفي لينا. أنت يعني مطلع على الموضة. لا. أبداً. طيب للي مطلع على الموضة. كل سنة بطلع موضة جديدة للبنات. مرة بطلع لك 3D لبس، مرة بطلع لك رموش ريش، مرة قصات شعر مختلفة، مرة كذا تمام. السنة هاي طالع رموش LED، تقنية LED. حلو. تمام. الخبر اللي معانا بيحكي انه تخيل تحطي رموش الايدي. ما صارت عليه مبدئيا. بينج 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 بينج. تخيل رموشك بضو غماز يمين غماز شمال بس ايوه. الرموش هاي المضيئه الايدي بتعرف ب فلاشز. تمام. صممها مصمم سويدي اسمه تيان فام. اوكي. وقام مؤخرا بعرضها في معرض اسمه ميك فير اوكي في الولايات المتحدة، وهذا بيحكي المصمم انه راح يحدث نقلة نوعية في عالم الموضة. أكيد. شو رايك في الموضوع؟ اكيد الحوادث راح تزيد. زي ما هو مبين في الفيديو. اوكي. طب كيف بتشغل في بطاريات له في كذا؟ انت اللي احكي الخبر عندك. الاغلب بطارية. خاصة المرة الجاي. المرة الجاي لينا بتيجي مركبة LED. لا شكرا، انا رموش عادية بس احطهم بتعرف شو بحس؟ في حد قاعد هون. بس حلوة هاي الاشي يعني LED. اسمع هي صراحة. خلينا نحكي منطقيا. كل شيء بيصير بالفاشن هو شيء اكسبيرمنتال تجريبي فانتازي وقاعد يعمل صراع. هلا ماشي ممكن انت بلحظه تستخدم هيك شيء يعني، بس مش بكل محل، مش بحياتك اليوميه، ممكن بشيء غريب، عامل حفله تنكريه. ممكن. بس مش في الحياه العاديه بالنسبه لي. ممكن انا ما بتخيل يعني. لا ما ممكن. بتخيل. طيب شو عندنا هلا؟ عندنا هلا فقره جديده كثير حبيتها. عشان هيك لابسه فرق. فقره في بيت اليف مزبوط. ايوه. الفقره بتحكي فقره جديده في كراسي، بتحكي عن الحيوانات، كيف ممكن تهتم في الحيوانات، انواعها، كيف ممكن تتعامل معها، مع خبير الحيوانات اكيد رامز عايش. رامز ما بعرف اذا بتتذكروا رامز كان معنا في السيزون الاول، كان مع الحيه سوسو. بالضبط. فهاي الفقره عملناها لكم حتى تعرفوا تتعاملوا مع الحيوانات زي ما حكيت لكم. راح نتابعها ونرجع، خليكم معنا. بس هاي كذبيه. مش تفكروا انه حقيقي. لا حقيقيه. لا كذبيه. لا بحب الحيوانات. لا انا كثير بحب الحيوانات. يلا نروح مع رامز. مرحبا، يعطيكم العافية، برحب فيكم مرة ثانية بفقرة في بيتي أليف. اليوم رح أحكي لكم كيف تختار حيوانك الأليف المناسب حسب ظروفك في البيت. خليكم معنا. أنواع الكلاب كثيرة، وكل نوع كلب له مناخ مختلف عن الثاني، وكل نوع كلب بيختلف سلوكه عن النوع الثاني، حتى في ذكر أو أنثى بيختلف السلوك. أنا اليوم راح أقترح لكم أفضل 5 أنواع ممكن نربيها داخل البيت، وأفضل 5 أنواع ممكن نربيها خارج البيت وتصلح للحراسة. هسا راح أحكي لكم أفضل 5 أنواع ممكن نربيها داخل البيت. أولاً المالتيز، كلب صغير الحجم، سريع الحركة، عنده شعر طويل ممكن نعاني شوي بالاهتمام فيه. البق، كلب لطيف صغير الحجم وشعره قصير وعنده غيرة شديدة على صاحبه. كلب البومارينيان، كلب لطيف صغير الحجم عنده شعر كثيف. كلب اليوركشاير،
كلب لطيف حجمه صغير لكن ممكن نعاني شوي لأنه شعره طويل. كلب الجولدن ريتريفر، كلب ذكي جدا ووفي جدا وهادئ في البيت، لكن ممكن نعاني شوي إذا كانت مساحة البيت صغيرة لأنه الكلب حجمه بيكبر. هسا نيجي للأنواع اللي بتعيش خارج البيت وبنفس الوقت تصلح للحراسة. رقم 1، كلب الجيرمان شيبرد، كلب ذكي ومطيع وقوي جدا. الروتويلر، كلب قوي ذو شخصية قيادية ما بنصح بتربيته للمبتدئين. كلب الدوبرمان، كلب قوي وذكي جدا وعنده بنية جسدية قوية. كلب البلجم مالينوا، كلب ذكي وقوي ورشيق جدا لكن عنده طاقة عالية كثير. الكلب الكنعاني أو الكلب البلدي، كلب ذكي ومطيع جدا. وهسا راح أحكي لكم شو الفرق بين مواصفات الذكر عن الأنثى. في غالب الأحيان الذكر أضخم من الأنثى، في غالب الأحيان الأنثى أذكى من الذكر، وبنفس الوقت الذكر في عادة سيئة إنه بيحب يعلم مناطقه عن طريق وضع علامات بول في الزوايا، لذلك ما بنصح أي حدا يربي الذكر في البيت إذا ما كان مدخل. وفي غالب الأحيان الأنثى أشرس من الذكر لأنه عندها غريزة الدفاع عن أولادها. هسه راح نحكي شوي عن مواصفات البسس وعن خصائص الذكر والأنثى وللناس اللي بتعاني من مشكلة الشعر في تربية البسس. ونسبة للناس اللي بتعاني من أمور الشعر وعندها تحسس في الشعر، ممكن تربي نوع من القطط اسمه السفنكس أو الفرعون. في كثير أنواع قطط بدون شعر. الذكر دايماً لما يطلب تزاوج وتزيد هرمونات التزاوج عنده بيصير يبول في زوايا البيت ويحدد منطقته. الأنثى لما تطلب تزاوج وتزيد هرمونات التزاوج بتصير تصدر صوت مزعج وممكن تحاول تهرب برا البيت. تربية الطيور تجربة كثير ممتعة ممكن تجربوها، وراح أحكي لكم شوي اليوم عن عالم الببغاء. الببغاوات تنقسم إلى 3 أقسام: ببغاءات تتميز بالكلام، وببغاءات تتميز بالبهلوانية، وببغاءات تتميز بالشكل، وأنتوا اختاروا اللي بيناسبكم حسب الرغبة. شاركونا تجاربكم وصور حيواناتكم الأليفة على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة. خليكم دائماً معنا في فقرة في بيتي أليف. باي باي. وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا اليوم من كراسي، يا رب تكونوا انبسطتوا معنا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالقعدة الشبابية بأخبارنا بضيوفنا وبكل الأشياء الحلوة اللي عم نحكي لكم إياها دائما. إلنا طبعا لقاء بموعد بنفس الموعد بحلقة جديدة. من هون لوقتها ما تنسوا تبعتوا لنا على الفيسبوك، على الإنستغرام، على تويتر إذا حابين تشاركوا معنا عندكم أي اقتراحات أو إذا حابين تشاركوا بالفقرات. أكيد. مع محمد بكاريوكي عقد الجابة أو أي شيء من باقي فقراتنا. أنا قبل ما نختم حاب أشكر 61 اللي لبسوني اليوم وبلبسوني كل حلقة، شكراً لهم أكيد. ومن هون لنلتقي في حلقة جديدة نحكي لكم تصبح على خير. باي باي، تصبح على خير. برنامجنا سهرة جديدة بتستناكم يوم بيوم انضموا إلنا. كرسي حياتك ذكرياتك بلش هدفك واحنا معاك، اطلع فرفش غني وطنش ونسلي بزعلك.